السلام عليكم تابعي قناة ميروتك، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. جايبين موقع استثماري شغال من فترة، في مواقع قالت عليه سكام، بس هو مش سكام، هو السحب فيه بيبقى مانوال مش اوتوماتيك، فالسحب بياخد فترة، يوم لحد ما يتبعت. هنروح الموقع على طول نشوفه كده. الموقع ده في يوتيوبر شرحه، الموقع ده عامل بونتي، بس هو السحب فيه المانوال زي ما احنا قلنا، ما بياخد وقت عشان السحب يوصلك. هندوس على هوم كده ونفهم الموقع مع بعض. طب نزلنا هنا الاستثمارات في الموقع 720، الانفستور 2017، دي اللاست ديبوزيت، الايداعات اللي فاتت، ودي الصحبات اللي فاتت من الموقع. لو نزلنا كده موقعنا بيشرح نفسه، خطط الموقع، بدوس على الخطة مثلا البيزك، هنا بيقول لك الحد الأدنى للإيداع في الخطة دي $10، الماكسيموم 1000، هيجي لك في اليوم 2.1%، مدة 17 يوم، التوتال بروفيت هيجي لك 35.7%. بيفهمك الخطة دي كالكوليتر تقدر تحسب عليها هتكسب كام والكلام ده. وده الريفرال كوميشن 5-2-1. عشان نسجل في الموقع ده نطلع فوق خالص، هنسأل ماجستير، هنملى البيانات دي اهو. بعد ما مالك كلها جاي تنزل هتدوس على ساين اب. كده بقى انت ليك حساب في الموقع، لو دوسنا على لوجن دي كده الداشبورد بتاعتنا. نوت ناو، طبعا كل الأرصدة لسه صفر. نقول لك الايميل والداتا والاخر مرة انت سجلت في الموقع امتى. هما هنا ليهم ابليكيشن تقدر تنزله، هنا تقدر تفتح الاداء بتاعك، بتختار البنك اللي انت عايزه، بتدوس على open deposit، تحدد الخطة اللي انت عايزها مثلا البيزك، تنزل تحت بتحدد المحفظة بتاعتك، تكتب هنا اللي انت عايز تستثمره مثلا 10، بتصل انفسترز طبعا تقوم حدد المحفظة. هندوس هنا، دوس على ويزدرو عشان تسحب من الموقع، وقت ما ينزل لك ربح تكتب برضو بتحدد انت تسحب على اني بنك، وبتبقى ظابط في الاعدادات مالي كل البنوك بتاعتك طبعا. وهنا في بونتي الموقع عاملها، ثواني اهي، ادي دي البونتي الموقع عاملها، بتدوس على يوتيوب. هنا بيقول لك يعني انت بتاخد مكافأة لحد $100 حسب قناتك حسب الفيديو، كل 10 أيام تقدر تقدم فيديو. وهنا التليجرام، في بلوجر وويب سايت والسوشيال ميديا بس. اوكي وخلاص نشرح الموقع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.